تتخدى وجديمة السنة ونارانا جايين عادة في الدار القديمة قهوة العصر تحت الياسمين مع قاعدة تخدى وجديمة السنة ونارانا جايين عادة في الدار القديمة قهوة العصر تحت الياسمين حكايات 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 بيهم من لما الأحباب والجيران مخاويين وسط الدار ذكريات مع خداوج الحكايات باللوطار والالات المرحوم خلا تفكيرا المرحوم خلا تفكيرا لما فيها بنا مجموعين في دويرتنا والحكايه فيها انا خداوج حاجه كبيره خداوج حاجه كبيره مع قعده خداوج ديما السنة ونارانا جايين عادة في الدار القديمة قهوة العصر تحت الياسمين مع قعدة تخدى وجديمة سنة ونرانا جايين عادة في الدار القديمة قهوة العصر تحت الياسمين حكايات 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 بيوم اللمة الأحباب والجيران مقويين صعيبة شوية دار فيها الورثية وخداوج فيها النية يا درا واش راح يصرى يا درا واش راح يصرى نروحوا وحدة وحدة فرجة همة والقعدة كل مرة حاجة جديدة خدوج تعرف في السيرة خدوج تعرف في السيرة كاش ما شريتي لي زهية لا لا راكي تسمعي في هذا الصوت انا نسمع حتى صوت واقيلا انا طرشة مريم كاش ما كتسمعي انت ما سمعت والو غير هذا اللي راهو يعيط وضعنا بصندوق قش قديم وبدات يا راني نهضر على مول القش القديم نخداوج واش رايكم نعيطوا له يا كتقول لي زهية راكي ناوية تبيعي القش نتاعك تاع دارك لا لا قش ضاي ما بلتعينا كو حطوا الباطل ونصدقوا ونزيدوا فوق الداهم ما يقبلوش نهضر على قش دارك كذا حابه تبيعي قش داري اي ولا عينك في القش تاع الحاج الله يرحمه ولا غير هذه قالت لهم رقدوا هيا هيا مريم يا اختي انا نقول هذ الكلمات نحطهم لك تسمعيهم اليوم بعقلك بمخك واه ربي يجيب لك الشفاء تبيعي في حوايج الناس بلا ما على بالهم ربي يهديكم ما فهمتونيش انا قلت بيسكاج راهو هنا حنا ما نبروفيتيوش نديوه للدار يشوف القش يقومه ويقولنا شحال يجيب هكا به لا خداوج اون سي جامي كاش نهار تخمي وتقاي به تبيعيه ما تحصليش الله يهديك الله يعطيك العقل امشي الله يشفيك امشي امشي قلت لك مهبوله هذه انا سير 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 مخصوصه في مخها تبيع لي في قش داري سمعتي يا مريم هذه عملت لي راه قش قديم هذه الدار اللي قلتي لي عليها نعم هذه هي يعطيك الصحة يا زهية تفهمتي معاه على راسي شوف يا مخلوق ربي روح طول تصيب الدار تاعها ونعطيك نصيحة لوجه الله وانت في مقام وليدي ما كان لا تتسوق معاها على خاطر هذه تبيع لك ديك الشريطة وانت تجر فيها ادخلي مريم كرهت من عمايلك الله يهديك يا
لعب الذر اللي ما نحبوش درك. ها والله صح لعب الذر ما حبيتش، ما تعرفش اصلحها وش ندير لك؟ شوفي يا مخلوقه، الا بدلتوا رايكم هاي لكارت نتاعي. عاشق ديب عاشق ديب. والله هو عنده كارت فيزيت انا ما عنديش، حنا كنت يكون يدخل في النهار هكاك افير. شحال عييت اليوم يا مريم، بصح حنا تاني يا اختي مشينا بزاف. طح صح نضلوا باركين في الدار حنايا تاني، كون جينا من داك نخرجوا ندوروا نسرحوا رجلينا رانا ملاح. والله غير عندك الحق. شوفي انا نروح نحط البقراج على النار ونصلي، وانت يا مريم روحي للقعده، بصح بالك تغلطي وتروحي تفتحي لهذيك المصيبه تاع زاهيه. اه تكون مازالها ليلاتها مع هذاك ملقش قديم. ايه شح فيها على خاطر تدخل روحها في كل شيء هذيك. ادي معك البريه مريم يعيشك. مال عزيزي بسم الله الرحمن الرحيم، مين دخلتي؟ دايره كي الجن خليناك البر صبحتي هنا. ايا انا كيف ابوط ما ينسسب طق هنا طق هي ما تعرفينيش ما يما. على بالك انا مين داك يدخلني واحد الشك من جهتك، تبانيني نورمال وتلعبي فيها. حنا اللي ماناش نورمال. انا واش درت؟ قولي واش ما درتش؟ ياك ونعدى الشيخ ولا واحد من ولادي وصابني واقفه مع هذاك مولا قش قديم، على بالك واش يدير لي؟ نهار يمشو ما تزرقش فيه الشميسه. ما يملون جابت غول واقفه مع باس شاما. خا شحال معقدين. ايما معقدين، خليني معقده وميته بالسعاده وفرحانه. الحمد لله يا ربي. اقعدي طيبك بتقدمه ودوك ما شربوش قهوه. اه شوفي ما تخلطيش في خداوش، راهي على السبه ومخرة ومقلوب. وش راح لي فيها؟ دوك نتوما انا نجي تتقلقوا مني. نوح ما نجيش تعيطوا لي في التليفون، فهموا واحكم عيتوني. يا اختي لا كان جي وديري ديقة ما كان لها، قعدي في داركم خير. ايه وانت هذيك اللي تحوسي عليها تجي على قلبك يعسل. هاي وجدت. واش وصيتك مريم؟ يا اختي انا خاطي راني كيفك دخلت صبتها كي مسمرشحه. درت الدوبل على المفتاح تاع مريم اللي ما حبيتيش تمديه لي. يا اختي يا جارتي واش درت لك؟ اللي جايك جايك على القش تاع المرحوم. اه جاينك تقال وقيل انا بديتهم على كتافك ياك. لا خداوج مانيش حابه نبيع قش الحاج الله يرحمو. انا خمم فيك باه نهار تحبي تبيعي ما يكلحوكش. على بالك وقتاش نبيع القش تاع الحاج الله يرحمه ومعاها دعاوي الشر؟ نهار تولي تسنت. لا لا نهار اللي نموت. مريم سربي لي فنجان قهوه انا حاسه راح نخرج من جلدي. مريم سربي لي معك قهوه واعطيني حبه كاطو. كاين زوج، وحده ليا وحده لمريم. ما قريناش حسابك يا لالا، ما كناش عارفين باللي كنتي رايحه تشرفي يا مدام. مريم مش مليحة ليها الحلاوة، دي لها السكر. بعد الشر يا اختي عليا على الفال. المهم قولوا لي وين كنتوا اليوم؟ كون زدت شوية ما تلاقيتكمش باه، كون جيتوا شربتوا القهوة وكل اللي ما خرجوا ما تحاكتوا بلاصتكم. هيا قولوا لي وين كنتوا؟ رحنا نحوسوا على القش القديم. مريم باي هذيك اللي من قبل وانت تخبي فيها وش فيها؟ اه؟ ما فيها والو، فيها غير الورق. وانا على الورق نحوس. شوفوا يا تقولوا لي واش فيها، وين كنتوا يا اليوم نماض؟ ولا بيناتكم افات وباجيات يا اللي يقدركم، زعما انا وحده منكم. لي زافيرات والبروجيات يا لالا خليناهم لك ليك يا مدام زهيه. مدمازيل زهيه الا خداوج من فضلك. كي تلاقيت قبيل اني شفتك وانتي تغمزي مايم، في بالك ما فقتلكش كون جا عندنا فا وصورتك كون اني نعت لك واش درتي. فار وش بفار؟ مايم كي تروحي لولدك مولك يا عطيني فهمك في الكلمة ديجا ميجي بالفا بالفا فا. المهم نعتولي نشوف وش كاين في البايا. مريم الله يعيشك
مدي لها البريه تشوف واش كاين فيها، لا خاطر لو كان ما نمدوها لهاش اليوم تجوز لنا نهار بريه ما بريه. عطيها لها لا تحكمك لا كريز. شو هذا؟ وناكم رايحين وحدكم؟ على ما تقولوا ليش يا اختي؟ لا حبت تخدا واش تقول لك، هي حره زاهيه نحبها تقعد هنا بلاكي نسمعها الدور في الحومه. غي قولي ساك في بين الخداوج. راني نخمم نروح ندير عمره. قولي والله. والله شوفي راني لابه شويه دراهم، اما لا قلت وعلاش ما نروحش ندير عمره ليا وللشيخ. اما لا رحت انا ومريم سقسينا وقتاش وشحال. وعلاش ما قلتي ليش؟ مازال يا زاهيه راني نخمم. وعلاش اكي حابه تجي معايا؟ لا 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 انا كون خبرتيني نعاونك بما تخرجي من الدار نجيب لك البيكي حتى لعندك وبسومه ما تحلميش بها. ياه وعلاه ماكش تخدمي في الشركه تاع الميناج؟ ايه بصح نعرف سيد عنده اجونس هايله اللي راحوا معاه بكره يروحوا فرحانين. زاهيه هذا تعرفيه ولا تخدمي عنده؟ فهميني مليح باش نعرف وين نحط دراهمي. لا خداوج هذا السيد كليو عندنا نبعثوا له كل سمانه مارتي اللي فام دميناج. كي شافني قافزه وفحله وشاطه اي با بروبوزا لي نخدم معاه. ايه تسمع عندك زوج خدمات يعني زوج شهريات. هاي بدات تحسب لي ما عنديش زوج خدمات وما عنديش زوج شهريات باه ما يمترتاحي وتكسلي رجليك. السيد قال لي نجيب له اللي يحبوا يروحوا للعمره. ايه تخلصي على كل واحد فيهم؟ لا لا ما نخلصش، كي نجيب له خمس عباد عندي عمره باطل هذا اذا حبيت، واذا ما حبيتش نتفاهموا نلقاو حل. والربعه اللي بقى وراهم؟ ديجا كاينه انت وميم وراجلها يبقاو لي زوج باك. وشكون اللي قال لك يا لالا انا والشيخ رايحين للعمره؟ ما عندناش الدراهم يا العزيزه. هاوي دير با فاسيليتي دو بايمون عباك كل شهر تسلكي بشويه. يا العزيزه انا شيخي ما يحب فاسيليتي ما يحب الكريدي. بصح ما قلتي ليش شحال تسقام لي هاد العمره؟ سا ديبون لا خداوج، الا حبيتي شومبرا وحدك تسقام لك، ولا حبيتي شومبرا مع اربعه خمسه تجي قل. شوفي لي شومبرا وحدي هكذا نحسب دراهمي اللي يكفوني. لا خداوج سي سي ما تعرفي حتى عجوزه ولا شيخ هكا حابين يروحوا العمره قبل ما يموتوا. وكي نجيب لك العمره تاعي تولي باطل. نوصيه تهلا فيك. ما نسخصش الوصايا، دراهمي هما اللي تهلاو فيا. مايم وانتي ما تشوفيش عجوزه بنتك وشيخها بالك يحبوا يروحوا للعمره؟ لا لا انا عجوزه بنتي رحت العام اللي فات هي ووليدها ورجعها مسكين الله يرحمه. الله يرحمه عباك بونا فامي ما تتعاودش. والله ليك ولا لينا ولا للراجل. انتوما مش مليح الواحد يدير فيكم الخير ولا يخمم فيكم. انا نروح نعيط للسيد من الدار خاطر مانيش هزه النمرو تاعو معايا. يا صحة يا ربي. مريم زعما زاهية ما ديرهاش بيا تمسح لي فمي وتنشف لي ريقي. لا 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 زي ما ديرهاش ماشي تاع الحوايج هذه. بصح السيد اللي هضرت لك عليه هذاك ما نضمنوش. وانا تديري في الراي شريك رجلك رجلها عنده وتفهمي معاه واسمعي منه ودي القرار تاعك. والله غير عندك الحق رجلي ورجلها. مريم وعلاش ما تسقسيش الشيخ والدراري يلموا لك تجي معايا العمر؟ الله الله ونكروا الشومبرا. داوش يا خداوش على بالي بالظروف والمصروف تاع الدار انا قيس قيس وزيد ما جايش انا نروح والشيخ ما يروحش. لا لا صح. انا اللي وصيتهم قلت لهم كي تتغمض العين هذه جيبوا عليا عمره. عيد الشر على جارتي العزيزه. انا نقولك صح صح والله ما عندي لميتهم فرق فرق وراني ندعي ان شاء الله يكفوني برك. ان شاء الله تكتب لك وانا تاني ما نطمعش فيك. خير الو
واش راكي؟ واش راهم دراري؟ يا سيدي ما تغلطيش مرة على مرة وتجيبيهم نشوفهم. يا راكي جاية غدوة وجايبتهم. إي والله غتوحشتهم. ديري مليح. كيفاه؟ ما سمعتكش. وشنو؟ لا لا يا بنتي المرة هذه أنا محتاجتهم. يا ايه مليح بسلامة بسلامة. وش بيك خداوش؟ شكون هذا اللي عيط لك وخلك في هذه الحالة؟ بنتي الحنينة يا اختي كتر خيرها اللي راهي تعيط وتسقسي عليك. تسقسي عليا ايه؟ انا تاني كنت نظن في الاول عقدك. صحيح عيطت بها تسقسي على روحها ماشي عليا انايا. يا خداوش فهمي روحك. عيطوا يسقسوا عليك تقولي علاه. ما عيطوش يسقسوا تقولي تاني علاه. احكي وش كاين وجهك راهو كحل. لا خداوش عندك الظهر يكسر الحجر. هذا وين كنت نهضر مع راجل قال لي بلي بقات له بلاصه وحده وعلى وجهي خليها لك بسومه مليحه هكذا باش تسامحيني على الزبله اللي درتها قبيل مع مول القش القديم وتدعي لي صوته دعوه من القلب كي تروحي عمره شوفي نكتبها لك في ورقه باه ما تنسيهاش. هذه المره ما كانش مكتوب. وعلاش وش صار؟ هذا وين؟ من بعد 10 دقائق كنت راح تروحي. اوه وعلاش تخسروا لي كلمتي مع راجل؟ دوك نبان قدامه داي. صح كنت حابه نروح وناويه ندير عمره. صح بنتي عملت لي تليفون وقالت لي يما عاونيني بالدريهمات على خاطر راجلي حاب يبدل الطوموبيل. شوف اسيدي راجل هاي بدل طوموبيل بداه ما كنت تحمي روحك من العمار وهذه مليحه قولي لها ما نمدش. على بيها وجهك تنقلب عندها الحق زهية قولي لها بلي رايحه ديري عمره. قالت لي لا ما عاونتينيش هذه المره يا يما غير نساي اللي عندك بنتك خذوني دوك الدريريات ربيت عليهم الكبده يا مريم يشوفوني مساكني نكزو ويعنقوني يماني يماني كيفاش ندير دوك انايا والله غير تبهدلة مع راجل وجهي راهو في اللعب. لا خداوش قولي له وقتاش تجيب بنتك عندك؟ قالت لي نجي غدوه ونجيب الدراري. تخليني نسمعها زوج كلمات الرحمه على الشيخ حليل ولا خداوش طلقيني عليها وفرجك فيها. ها واللي يقول لك دخل بنعمه وعصاته الله يهديك. هذه أفير بين امرأة وبنتها دخليش روحك. أنا صح ما حسيتش بالأمومة ما ولدتش كيفكم بس حنا عارفين مليح وش معنى الحقها وراني نشوف بلي ولاد الخداوج حقوها بزاف بزاف وهي بما تزعفهمش تنحيها منها وتمدها لهم. ما تقلقيش روحك يا زاهية أنا موالفة بهم ولا كتبت لي العمرة نروح ولا ما كتبتش الله غالب. اوكي غيضتني لا خداوش حق ربي غير غيضتني شو انا دوك نعيط لراجل ونقول له تخلصي بشويه ولا غير فكره مليحه. خداوش انت عندك لا غوتريت ديري عمره كريدي وخلصي كل شهر. راحت لي النيه كي نعاول يا زاهيه راني نقول لك راهي جايه غدوه صباح بكري نروح نوجد لها الدراهم. لا خداوش منك بالصحه ما تزيديش على المرأة راهي في حالة والله غير قطعت لي قلبي لا خداوش مسكينة. مريم واش رايك ونحلوا لها باج فيسبوك ونلموا لها الدراهم قبل ما تموت والله قادرين قادرين في سمانة نلموا لها حق عمرها خير ما تموت بالحصار. ما تشتر عليها يا لطيف بصح زاهية تقدري تلمي لها دراهم وتروح ياسر تاخذيت المليانة تاني معها باش نروح. ياه ولا درتي خير يعني خير كبير نزيدو ندو معنا الحاج
والله غير بحد. على قالوا لك انا حلتها جمعيه خيريه ندير في السوسيال. مريم ولي لولدك وعروستك يحكوا جيوبهم ويمدوا لك الدراهم، راكي حاكمه ولادهم باطل. كون جاوهم دايرين لك شهريه، كون كي ما تحتاجي حتى واحد. تعوشي الشهريه كما كان يقول لي ولدي، اكيد تخدمي على العلام. بصح زهية انت تخرجي لبرا وعلى بالك شحال يحكموا على الراس. سقسيلي يا نعيمة نروح. عندي استنى زهية سقسيلي. ايه علاش لا ولا طميت الدراهم نخدر روح العمره ونزيد الحجره. مايب هذاك اللي يحسب وحده يطلع له زايد وبداها مع عروستك الى قفاطية الى قفاطي بقول توصلي تي طاوين روحي غير طيح المورال. وتطاوين هذه زعما تكون قريبه للحج.